قال خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الدولة ارتأت أن التوقيت أصبح مناسبا لضم وزارتي السياحة والآثار، خاصة في ظل المشروعات الأثرية الكبرى والتي تقوم بها الدولة مثل المتحف الكبير، ومضيفا أن هناك تكاملا بين عمل الوزارتين لكونهما وجهين لعملة واحدة. وعقب أدائه اليمين توجه العناني إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية، حيث التقى بقيادات وزارتي السياحة والآثار ورؤساء القطاعات والمستشارين، حيث استمع لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع.